قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث بناء على توفر معلومات جدية بشأن انخراط كل من مراد زغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما للعمل في إذاعات وقنوات تلفزية في ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة ومقتضيات قانون غسيل الأموال والتي هي مرتبطة بمصادر تمويلها أو تمويلهم وتوظيف وإدارة ومآلات تلك الأموال مع وجود شبهات جدية بخصوص الإثراء غير المشروع وشبهات امتلاكهم لحصص مساهمة وملكية في شركات بطريقة غير قانونية. على ضوء تلك المعلومات تم تكليف الوحدة الوطنية بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وإجراء التسخير الفنية المالية والجبائية اللازمة ذات العلاقة. قال أمين عام حزب عمل وإنجاز عبد اللطيف المكي إنهم في تواصل مع مكونات جبهة الخلاص فيما يتعلق بمواجهة الوضع السياسي الحالي وكذلك مع الحزب الجمهوري، وأضاف أيضا إنه علاقتهم هادئة وطيبة مع حركة الشعب، ووضح إنه يجب وضع البلاد على السكة الصحيحة عبر انتخابات حرة ونزيهة ووفق جملة من الشروط منها الكف عن المس بالحريات وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين وعدم التدخل في القضاء والمس من حرية الإعلام حسب تعبيره. نفى الجهاز التنفيذي الأوروبي إقرار الاتفاقية الموقعة مع تونس أواسط جويليا الماضي في العام الماضي دون موافقة كل مجلس المفوضين، وجاء ذلك ردا على مفوض شؤون العمل الحالي المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي لرئاسة المفوضية في الدورة التشريعية المقبلة نيكولا شيمث، قال فيها أنه لم يتم استشارة أحد. ونقلت وكالة أكي الإيطالية عن كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير أثناء الإحاطة الإعلامية اليومية في بروكسل أنه لا يوجد قرار واحد يتم اتخاذه من مجلس المفوضين لم تتم الموافقة عليه من قبل المجلس، وأشار إلى أن الاتفاقية المبرمة مع تونس ومصر مثل كل قرار آخر تم اعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة. وأشار مامير إلى أنه إذا اعترض أحد المفوضين يذهب الملف إلى اجتماع مجلس الأمناء، وإذا تمت المعارضة أيضا هناك فسينتهي الأمر على طاولة مجلس المفوضين حسب تعبيره، لكن ذلك لم يحدث قط وفق تأكيده. في جندوبة انتشلت فرقة مختصة في الغوص اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة غرق أمس بسد بوهرتما على مستوى الجهة المطلة على منطقة بغورة بمعتمدية بلطة بوعوين حسب ما أفاد به رئيس فرقة الحماية المدنية بيبو سيلم شكري اليعقوبي. حسب نفس المصدر فقد تمت استشارة ممثل النيابة العمومية ونقل جثة الهالك إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي والوقوف على أسباب الوفاة. وتعد حالة الغرق التي جدت مساء أمس بمنطقة بغورة من معتمدية بلطة بوعوين الثالثة بولاية جندوبة في أسبوع واحد، فقبلها وفي 18 ماي الجاري لقي طفل عمره 17 سنة حتفه ببحيرة تعرف بسد بالي كائنة بمحيط مدينة بوسيلم، وفي 20 ماي أيضا هلك طفل آخر عمره 18 سنة ببحيرة الجداونية بحمام بورقيبة معتمدية عند راهم، ويوم أمس توفي وبذات الطريقة طفل عمره 16 سنة في سد بوهرتما أكبر سدود ولاية جندوبة. حسب معاينات ميدانية فإنه مختلف بحيرات الجهة وسدودها، وإن تشهد تركيز لافتات تمنع السباحة فيها فإنه أجزاء مهمة منها خالية من هذه اللوحات فضلا على افتقار البحيرات وخاصة القريبة من المدن لكافة أشكال الحماية التي كثيرا ما يطالب المتساكنون القريبون منها بتوفيرها. ويشار إلى أن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة التجأت في عملية انتشال الجثث الثلاث
من السد والبحيرتين إلى استقدام غواصين مختصين من تونس العاصمة وبيجة وبنزرت، ما يطرح بقوة حاجة الجهة إلى هيكل مختص في تدريب السباحين. أعرب ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف عن ارتياح الفيفا والكاف للتعامل الإيجابي بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم من جهة، وبين الوزارة والفيفا والكاف من جهة أخرى، حسب ما جاء في بلاغ نشرته وزارة الشباب والرياضة. كما تم الاتفاق خلال اللقاء الذي انعقد صباح اليوم بمقر الوزارة بين كمال دقيش وزير الشباب والرياضة ووفد عن الفيفا ممثلا في شخص مدير الاتحادات الإفريقية الأعضاء في الفيفا وممثل عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وأحمد حراز مسؤول الحوكمة بالفيفا، على أن الحلول لا يمكن أن تكون مسقطة بل تشاورية وفي كنف احترام السيادة الوطنية. ووفق نفس المصدر فقد تمحور النقاش خلال هذه الجلسة أساسا حول تسيير شؤون الجامعة والحلول المقترحة من أجل تأمين اختتام الموسم الرياضي الحالي والفترة المتبقية إلى حين انعقاد الموعد الانتخابي في أفضل الظروف. كما تم طرح عديد الإشكاليات والعوائق اللي ساهمت في تأزم وضع الجامعة بعد إلغاء الانتخابات في مناسبتين ورفض القائمات المترشحة اللي تستوجب ضرورة إعادة مراجعة القانون الانتخابي والنظام الأساسي للجامعة. وتميزت الجلسة التي تعد ثالث لقاء يجمع وزير الشباب والرياضة بوفد عن الفيفا، تميزت بأجواء جد إيجابية وفي كنف التحلي بروح المسؤولية والحوار البناء، حيث عبر ممثل الاتحاد الدولي والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن استعدادهم التام للتعاون مع تونس ودعمها بالتنسيق مع كل الأطراف في كنف الحياد والشفافية واحترام السيادة الوطنية، وذلك لما فيه مصلحة لكرة القدم ورياضة تونسية بصفة عامة. وكان الوفد حل اليوم صباح في تونس في إطار زيارة رسمية لتقييم الوضع الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم وإعداد تقرير نهائي في الغرض ليتم على إثره اتخاذ القرار النهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وتنفيذ خارطة الطريق سيحددها لاحقا، وذلك بعد إجراء لقاءات مع كل الأطراف المتدخلة ممثلة طبعا في سلطة الإشراف والجامعة التونسية لكرة القدم ومسؤولين عن الأندية.